السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض كيك التايجر بثلاث ألوان جميلة جدا وبمقادير مظبوطة قوي، هيطلع معاك الكيك اسفنجي كده وهش وجميل، شايفين طري جدا وهش، وكمان بيحافظ على هشاشيته فترة طويلة. يلا بينا نبدأ، شوف هنعمل ايه. معايا 4 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، يعني طلعيهم من التلاجة قبلها بربع ساعة كده ولا حاجة، 1.5 كوباية من السكر، سكر السنترافيش بتاعنا الخشن، و3 باكو من الفانيليا. طبعا الكيكات يا جماعة وجودها في البيت مهم جدا، خاصة احنا داخلين على فترة الامتحانات. قلبي كده شوية قبل ما تشغلي المضرب، وبعدين ابتدي اضربي. لو عايزة تحتفظي بالكيك فترة طويلة ممكن بعد ما بيبرد تحطيه في علبة، وممكن كمان تجمديه في الفريزر وقبل ما تحتاجيه بقى كده في وقت طلعه. معايا 2 كوب من الزيت، 2 كوب زيت حوالي 170 ملي. هتلاقوني كاتبالكم المقادير بالجرامات في صندوق الوصف أسفل الفيديو. 1 كوباية من اللبن حوالي ربع لتر. الكوباية اللي احنا بنعاير بيها كل حاجة تبقى هي نفس الكوباية. لو هتعملي الكوباية 2.5 كوباية من الدقيق حوالي 375 جرام، انا نخلاهم قبل كده مع باكو بيكنج باودر وذرة ملح ونخلتهم مرة كمان. بصي بنحط معلقة من الخل، ولازم الخليط معاكي يبقى كده يعني ينزل شريط كده معاكي سائل، يعني العجينة سايلة بالشكل ده. بقسمها بقى تلات أقسام، يعني تلات تلات تلات، هحط على كل تلك لون. لو انت عايزة تعملي لونين بس مفيش مشكلة. معايا 2 كبار من الكاكاو الخام، وحاطه لهم 2 معلقة لبن، بقلبهم كويس عشان اجيب اللون البني. لو عايزة درجة اغمق بتزودي الكاكاو، وزي ما اتفقنا طبعا الكاكاو لازم يبقى مصدر موثوق فيه. ده لون فوشيا، لازم نتأكد ان احنا الالوان اللي احنا بنستخدمها تكون الوان غذائية مصرح بيها، زي ما وريتكم كده مكتوب عليه الوان غذائية مصرح بيها، لان الالوان الصناعية سموم يا جماعة بلاش نستخدمها لانها مركبات كيميائية حرام للاطفال. ده لون اصفر، حطيت نقطتين عشان بس احسن اللون، وبحط معاه 1/4 معلقة من بشر البرتقال اللي هو ناعم جدا. بشر البرتقال طبعا احنا بنحفظه في موسم البرتقال. وهحط كل قسم من الاقسام دي في قمع، او استخدم معلقة الايس كريم عشان تصبي بسهولة يعني، وممكن تصبي كده لو قدرتي تتحكمي انت بنفسك مفيش مشكلة. الصينية عندي مقاس 26، انا دهناها ورفعت الجوانب بتاعتها بورق زبدة. حطي كمية من كل لون بسيطة، لا ما تتدخلش في بعضيها، وبأي عود معاكي عود شيش او اي حاجة اعملي الشكل ده كده شكله بسيط. هو اللون هيدخل الفرن هيفتح شوية معاكي، ممكن تستخدمي لون احمر مكان الفوشيا علشان يدي لون اغمق شوية بعد الفرن. هندخله على الفرن متوسط الحرارة 180 على الرف الاوسط، بتاخد من 30 ل 40 دقيقة، بس طبعا لازم تتابعيها علشان اختلاف الافران والصواني زي ما اتفقنا في الكيكات قبل كده. بتختبري السوا بتاعها قبل ما بتطلعيها برضو بعود شيش او عود خل عندك، اي حاجه عندك خشب كده بتدخليها في الوسط، لان هي دي المنطقه اللي بتاخر في السوا. لو لقيتيها طالعه من غير اي تصفات يبقى كده تمام. بصي معايا طالعة جميلة ازاي ومرتفعة ما شاء الله، واسفنجية هتعجبكم جدا، لازم تجربوها وتقولولي رأيكم، واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.